ويفوزوا على نادي النصر في دور ال 16 لكاس مصر للكره الطايره، بيفوز بنتيجه 3 اشواط 25-8 و 25-11 و 25-6. النادي الاهلي هيقابل نادي سموحه في دور الثمانيه، النادي سموحه كسب نادي مدينه نصر. خلينا نخرج تقرير عن كره الطايره سيدات وفوزهم على نادي النصر وترجعوا لنا مره ثانيه. طبعا هو النهارده كانت فرصه طبعا ان الفرقه كلها تشارك، عندنا البطوله العربيه عاوزين نطمن على كل اللعيبه. الحمد لله قدرنا نشارك كل اللعيبه في المباراه لان دي تقريبا اخر مباراه رسميه قبل البطوله العربيه. عندنا معسكر وهيبقى فيه طبعا مباراه وديه بس دي اخر مباراه رسميه قبل البطوله، كنا لازم كل اللعيبه تشارك فيها ونطمن عليهم. الحمد لله كلهم في مرحله كويسه جدا بدنيا ومهريا. الفترة الجاية هنشتغل بقى على شغل البطولة العربية، نزود شوية الأحمال، نعمل كام مباراة ودية كده نطمن برضه على الفرقة قبل البطولة العربية وإن شاء الله خير بإذن الله. الثقة الزايدة اللي هم ابتدوا بيها اللقاء ديت طبعا خلت فريق النصر يتقدم علينا في أول 5 بونت، بس أنا طبعا عارفين إمكانيات فرقتنا وواثقين فيها. أول ما ركزوا خلاص الموضوع انتهى وقدروا يحسموا الشوط لصالحهم يعني. قولي بقى البطولة العربية فرصنا فيها إزاي؟ والله طبعا منافسة شديدة جدا، نادي الصفاقسي التونسي مدعم نفسه كويس جدا، جاب 2 محترفين واخد احسن لعيبة في منتخب تونس من نادي قرطاج. الحقيقة يعني فرقة جامدة جدا، طبعا منتظر منافسة قوية بالاضافة طبعا لنادي الزمالك مدعم نفسه كويس، نادي سبورتنج عنده محترفة جاب محترفة، بطولة مختلفة السنة دي، بطولة قوية. بس انا عندي ثقه في لعيبتي برغم نقص الاصابات، عندنا 3 اصابات، 2 الصليبي طبعا من اول سيزون مع المنتخب، وللاسف مايا ممدوح امبارح برضو جالها زورين انكل جامد ممكن ما تلحقش البطوله. بس الحمد لله يعني احنا شغالين، ورغم طبعا فشل التدعيم بتاعنا في الفرقه في الفتره اللي فاتت، انما في ثقه في اللعيبه الموجوده باذن الله ان هم يقدروا ينافسوا على البطوله باذن الله. ممكن بس في الاول ما كناش مركزين قوي، بس احنا بعد كده يعني اتكلمنا طبعا ان ده ماتش كاس، ماتشات الكاس ما بيبقاش فيها اي تهريج طبعا لانه كده كده يا هتصعد يا اما هتخرج بره، فبعد كده استعدنا قوتنا الحمد لله وقدرنا ان احنا نفوز بالمباراه الحمد لله. بتستعدوا للبطوله العربيه، شايفه فرصكم في البطوله العربيه ازاي؟ احنا عاملين ان شاء الله معسكر داخلي، بدانا اوريدي تمرينات من الصبح وبالليل، ومن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنكون في معسكر داخلي عشان بنفضل 10 ايام قبل البطوله ان شاء الله تمارين صبح وبالليل وكده. وباذن الله يعني احنا حامل لقب السنه اللي فاتت واللي قبلها، فده ان شاء الله يا رب حافز لينا كبير للبطوله دي باذن الله، ان شاء الله نحقق السنه دي كمان. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده، وتعليمات كابتن حمدي هو قايل لنا اي ماتش ننزل نلعبه ونلعب كل الفرق زي نفس المستوى، بالذات ان ده ماتش كاس فمش زي الدوري فيه نقط وكده، الكاس ممكن اي حد يخطف اي ماتش وخلاص. فالحمد لله بتركيزنا وتعليمات كابتن حمدي الحمد لله فرقنا على الفرق اللي قدامنا بكتير. حمدي بيقول لي انت خلاص بتستعدوا للبطوله العربيه والاهلي حامل لقب وجماهير الاهلي بتطالب طبعا دائما الاهلي بالانتصارات دائما بطولات، شايف فرصكم ازاي في البطوله العربيه؟ لا ان شاء الله فرصتنا كويسه، مع ان في فرق كتيره قوي من مصر مشاركه ومدعمين بمحترفين كتير، بس ان شاء الله يعني نحافظ على اللقب السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. واحنا ابتدينا فعلا نستعد ابتدينا نتمرن تمرينات الصبح وبالليل، وان شاء الله ندخل معسكر مغلق من الاسبوع الجاي ان شاء الله.